السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي رؤية شيخ عادل إن شاء الله أفسرها. ليس هذا المقام للرؤية، هذا فتاوى. طيب يا شيخ، عندي سؤال ثاني. تفضل. في حكم الإمام اللي بيدعي في صلاة الفجر، مواظب عليها في كل صلاة الفجر بيقعد يدعي. لا حرج. لا حرج. تمام يا شيخ، جزاك الله خير. لا يسمع الله يسلمك.